انت في راسك اي واحد زاد ف خاص ولا بد تحيدوا لك لا بريزون شارج. راه كلهم تتفاش يدعي تيمشيو للنظام تيديو الشيك وتيخلصوا. كانت واحد الفيديو اللي سات لهذه الشريحه اللي هي واحد الشريحه مهمه في المجتمع اللي هي شريحه ديال الاطباء، خصوصا اننا تنعرفوا بانه البلاد ديالنا في الجائحه هاد الشريحه لا الاطقم الطبيه ولا الاطقم الشبه الطبيه قاموا بواحد العمل جبار تبعا مع الدوله ومع وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه وكل المكونات ديال الدوله وكل القطاعات في القطاع الصحه لا القطاع الخاص لا القطاع الجامعي لا القطاع العام لا القطاع العسكري. الكل كان واقف ضد هذه الجائحه والحمد لله بفضل التعليمات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله واياه تمكنات بلادنا باش تجتاح الجائحة بأقل الأضرار، واخا أي وفاة ديال أي مواطنة ولا مواطن مغربي فهي تعتبر خسارة لبلادنا. وكذلك ما ننساوش أنهم الأطباء كانوا في الصفوف الأمامية والناس اللي وكانوا مع الناس المرضى، وتنعرفوا بأنه مئات طبيب وطبيبة فقدوا الحياة الله يرحمهم ويرحم الجميع اللي توفوا من جراء الجائحة في هذه العواشر ديال العشر الأواخر وجعلهم الله سبحانه وتعالى من أصحاب الجنة. إذن فهذا الطبيب وهذا الأطقم الصحية لا الطبية ولا الشبه الطبية تستدل واحد العمل اللي هو مهم اللي هو الصحة ديال الإنسان والحفاظ على الصحة ديال الإنسان. حنا نعرفوا بأنه بلادنا كاين واحد الهيكلة ديال الصحة وصاحب الجلالة يولي واحد الاهتمام كبير للميدان ديال الصحة. وشنا أخيرا أنه كان تدشين ديال مركز صحي باش نقربوا الصحة للمواطن. إذن شنا في الكوفيد بأنه فاش توقف الصحة كلشي توقف، مبقاش هذا غير قطاع استهلاكي ولكن قطاع إنتاجي. إذن خصنا حنا نكونوا على منأى في شيطنات هذه المهنة في الإساءة لهذه المهنة، ونعرفه بأنه ككل القطاعات كاين الصالح وكاين الطالح، ولكن الحمد لله بلادنا بلاد المؤسسات بلاد الديمقراطية، وعندنا المؤسسات إلى شي واحد تضرر فيمكن يلجأ لهذه المؤسسات اللي هما المفتشيه ديال وزاره الصحه اللي هما المجلس الوطني الهيئه الوطنيه ديال الطبيبات والاطباء والمجالس الجهويه اللي عندهم لجان ديال التاديب وكذلك العداله. ولكن وحنا حتى حنا بصفتنا نقابات اللي داروا البيان ثلاثه ديال النقابات ف تحنا ضد هذه الممارسات اللي تتسيء المهنه. اذا فحنا كنا في الحقيقه صدمنا انه يصدر بحال هذا الكلام من طرف انسان اللي مفروض انه يكون عنده واحد الكلام ديال الجمع والكلام اللي ما يديش الكراهية وما يديش الإساءة لهذه المهنة. كما ما خصناش نسيئوا لأي مهنة لحقاش صاحب الجلالة نصره الله في الخطاب ديالو فتيشيد بالجدية ديال المغاربة وبأننا
واحد الشعب ديال التحدي. اذا دابا حنا كنا ليد في ليد باش يزدهر البلاد ديالنا، والحمد لله الله سبحانه وتعالى نعم علينا في هذه الايام الاخيره بالشتاء، لحقاش كان عندنا مشكل. اذا فخصنا نكونوا حريصين اننا نحترموا اي مهنه، ولا كان شي واحد اللي دار شي حاجه فنشيروا ليه هو، ماشي نشيروا المهنه كامله، ونعرفوا بانه راه هذا الاسلوب ديال اللي تيسيء المهنه واللي تيجعل هذه الكراهيه تيجعل واحد الحاجه اللي مهمه اننا نفقدوها، ولا وهي ثقه ما بين الطبيب وما بين المريض اللي تتعتبر مهمه في العلاج ديال المريض. وكذلك نعرفوا انه فاش تكون الاساءه فهذا ايضا تيشجع انهم الاطباء يهاجروا، وحنا تنعرفوا مع الاسف اننا عندنا تقريبا ما بين 600 و 700 طبيب اللي تهاجر الدول خصوصا المانيا. وتنعرفوا بانه لخدينا فرنسا فالوزير الاول ديالهم بغى يدير كاع واحد المبعوث اللي يمشي يقلب على الاطباء الاجانب. اذا حنا محتاجين الاطباء ديالنا ومحتاجين الاطقم الطبيه كلها، لا طبيه ولا شبه طبيه، باش يبقاو في بلادنا، لحقاش عندنا واحد الخصاص كبير. مع العلم انه مع الاسف 14,000 طبيبه وطبيب فهم خارج الوطن، وحنا خص تهد الناس الى قدرنا انهم يرجعوا يخدموا بلادهم ويداويوا مواطنين مغاربه بحالهم. فهذا غادي يكون واحد الحاجه اللي غادي نكون كسبناها كبيره. اذا خاص المهنه ديال الطب فهي مهنه شريفه، فالناس تنعرفوا بانه المهنه ديال الطب فهي فيها عده سنوات ديال التكوين، لا بالنسبه للطب العام اللي هو اساسي، ولا بالنسبه للاختصاصات. ف ولا بد خصنا نحافظوا على الكرامة ديال الطبيب. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.